درة منورة أسوان وخليتي الطبيعة أحلى بوجودك فيها. لا بوجودك كمان يعني. يعني بصي النهاردة بجد المشاهدين أنا عارفة إن هما مستنيين الحلقة دي من زمان قوي، وأنا بجد والله من أول ما بدأت لايت شو وأنا كنت حابة إنه نعمل حلقة مع بعض. فthank you so much for accepting this invitation، وإن شاء الله الحلقة تكون حلوة قوي وأنت كمان تتبسطي بيها. في البداية عايزة أقولك أنا اتكلمت قلت طبعاً سوبر ستار وما فيش اختلاف على ده، بس أنت ك إنسانة بتشوفي إن فكرة إن أنتي سوبر ستار دي صعبة ولا سهلة؟ أنتي عارفة تتعاملي معاها ولا أحيانا بترهقك؟ لا بترهقني جدا. بصي أنا بديالك على طول يعني. على طول. بصي هو الحمد لله يعني أي يعني حاجة يعني وصل لها البني آدم وتعب فيها وكده وكان بيحلم بيها وحققها دي لازم يقول الحمد لله ولازم يبقى عنده رضا يعني. لكن الموضوع طبعا لا مش سهل خالص، غير لما الواحد بيتخيل حاجة غير لما بيعيشها يعني. لما بتعيشيها مرهقة جدا، في ضغط نفسي طول الوقت، انت طول الوقت يعني لازم تبقي كل حاجة بيرفكت، والبرفكشن نفسها او الكمال مش موجود. صح. يعني الكمال لله طبعا ومش موجود، وحتى لو موجود كل واحد ليه وجهة نظر في ايه وانت ما تقدريش يعني ارضاء الجميع غاية لا تدرك. وفي نفس الوقت الواحد بيبقى نفسه يرضي نفسه او يعني ويرضي الناس ويرضي. احيانا انا مثلا الحاجه اللي انا عايزاها او اللي انا شايفاها ممكن تتوافق مع اللي الناس شايفاه، ممكن لا. فانت بتبقي بين البنين ده بقى على ادوار على ستايل يعني كل حاجه كل حاجه. لا هو بصي انا متهيألي ان انا لو كنت ممثله في الزمن اللي بيقولوا عليه الزمن الجميل او ما قبل السوشيال ميديا والتكنولوجي العالية قوي دي كان أحسن بكتير يعني. كنت أفضل وأتمنى الحقيقة جدا إن أنا أكون فنانة في الوقت اللي هو ما كانش فيه الضغط النفسي بتاع كل حد بيقول رأيه وكل حد بينتقد وكل حد. لا لا صعبة، ويعني ما أعرفش أنا بحس حتى الفن نفسه كان أحلى، الحياة كانت أروق. يعني مش هقول أحلى إنه ما فيش فن حلو دلوقتي، فيه طبعاً، بس الحياة كانت بسيطة بشكل عام، فما كانش فيه الكومبليكيشن أو تداعيات كل حاجة بتحصل أنت بتفكري في مليون حاجة بتحصل. بالزبط. بعد كده أنت مش المفروض تفكري يعني، المفروض هو الفنان أصلاً يعيش اللحظة، سواء طبعاً في أدواره لازم يفصل تماماً ما يبقاش ويعيش الدور والقصة اللي هو بيعملها. بالنسبة لحياته الشخصية المفروض أن هي تفضل شخصية، وحتى لو بقت عامة في حاجات معينة ما ينفعش التدخل فيها. قراراته واختياراته طبعاً الشخصية وكده. بالنسبة للستايل والشكل وكده كمان الدنيا أذواق والواحد بيحاول. لا بس ذوقك يعني معلش في ليست كده، انت في التوب 1 يعني. الحمد لله ان انا يعني دي نعمة برضو. اصل الذوق ده نعمة من عند ربنا. مش بس طبعا في جانب من الاجتهاد انك بتحاولي تختاري وبتحاولي تتابعي يعني الترند او مش الترند. انا ما بحبش كلمه ترند دي، بكرهها جدا يعني. بحبها ككلمه لما نقول ترندي في اللبس وكده. او في على اللبس. انما فكره الترند اللي هم لا يعني انا ترندي لا لا دي حاجه يعني فاشن او الستايل. بفضل الكلام ده اللي هو الموضه او بنتكلم على الستايل. بتابع قوي يعني. يمكن يعني الموضة من أكتر الحاجات اللي أنا برضو بحبها إلى جانب أو بعد الفن والتمثيل والسينما. You're following أكيد a lot of pages بقى. لا جدا جدا. أنا من قبل حتى البيجز من وأنا صغيرة كنت بحب الماجازينز اللي هي بتاعت الموضة.